مرحبا. بتعرفوا انه فضلات كائنات عند كائنات تانية غذاء؟ فاثبتت الابحاث انه براز السمك بيساهم بنمو المحار وبلح البحر بشكل اسرع من العادي، وهالامر بيشجع على اهميه دمج مزارع السالمون مع الصدف والمحار لتسريع نموهم. وعودة للطقس بلبنان غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعه دون تعديل يذكر بدرجات الحراره، وهلا بنبقى بجوله على معدل درجات الحراره ببعض المناطق اللبنانيه، ومنروح سوا انا وياكم لعكار حيث عم بتسجل 13، طرابلس 26، جبال 25، ومن بعدها بيروت 25، وصيدا 27، سور 27، بنت جبير 23، نبطية أيضا 23، بيت الدين 17، برمنا 25، بعلبك 19، وأخيرا الهرمل 23. الرطوبة بتتراوح بين ال 40 وال 65 بالبيي، حرارة سطح المياه 26 درجة، وسرعة الريح بين ال 8 وال 25 كيلومتر بالساعة، والريح هي شمالية شرقية. كيف رح يكون الطقس اليوم بكرة وبعد بكرة؟ خلينا نشوفهم سوا. اليوم بتتراوح بين ال 17 وال 29، وبكرة بين ال 17 و 30، ونهار الجمعة بين ال 17 و 29. وهلا ومثل العادة بترككم تقوموا بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا صنعاء 18، مسقط 28، أبو ظبي 26، تونس 18، الجزائر 17، وأخيرا نوصل لروما 16 وأتينا 18 درجة. وهيدا جونا، خليكم لجو الأخبار.